أعاقب أيضا وأرى المقلب الآخر لديك دانا يعني قبل دقائق من الهواء. يعني كان هناك استهدافات لإسرائيل من قبل حزب الله وأعتقد مقتل إسرائيلي، أطلعينا على الوضع لديك. بالفعل هاجر، ونبدأ في التطورات الميدانية والحديث والتأكيد عن مقتل مستوطن يبلغ من العمر 30 عاما كان قد أصيب إصابات حرجة. قدم الإسعاف الإسرائيلي الإنعاش الرئوي له مكان إصابته بشظايا صاروخية كانت قد سقطت جراء هذه الإطلاقات الصاروخية المنطلقة من جنوب لبنان. ولكن الإسعاف الإسرائيلي فيما بعد وهيئة البث الرسمية والعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد أكدت مقتل هذا المستوطن الإسرائيلي، وهو في طبيعة الحال يعمل في جهاز أمن المستوطنات أي من حراس المستوطنات المتواجدات في الحدود الشمالية. بيان جيش الاحتلال لم يذكر أي ضحايا أخرى، ولكنه اكتفى بالقول عن هذه الإصابة الحرجة، والذي تعدل هذا البيان فيما بعد للتأكيد على إعلان مقتل هذا الإسرائيلي. كذلك الحال بيان جيش الاحتلال قال بأن كان جيش الاحتلال قد رصد 10 إطلاقات صاروخية وبأنه تم اعتراض معظمها، فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة. والإطلاقات الأخيرة التي سقطت على منزل هذا المستوطن أو بالقرب من حيث يتواجد في هاغوشريم، هذا الكيبوتس أو هذه المستوطنة القريبة من الحدود الشمالية. بعد هذا الحدث كان هنالك أيضا بيان لشرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تقول بأنها تتعامل مع الحالات هناك والتأكد من عدم وجود أي بقايا لصدايا الصاروخ خوفا من الانفجار وتوليد إصابات أخرى في المكان. وكانت قد ألزمت المستوطنين المتواجدين هناك أو الذين لم يتم إجلائهم بعد 8 أكتوبر، ونتحدث حوالي عن 8 مستوطنات بقي فيها المستوطنون، بأنهم ضرورة الالتزام في الأماكن الآمنة والمحمية إذا ما كانوا قد سمعوا إلى صفارات الإنذار لمدة 10 دقائق على الأقل، وكذلك سخرت الخط الساخن في حال أي حدوث إسقاطات أو يعني إصابات في صفوفهم. كذلك الحال نتحدث في تمام الساعة 3:48 بدأت صفارات الإنذار من جديد تدوي في مناطق عديدة في الحدود الشمالية، لا سيما في كريات شموني ومحيطها في بيت هلل، وهذا يتماهى مع بيان حزب الله الذي قال فيه بأنه استهدف قاعدة عسكرية ومركز مهم في بيت هلل وحقق إصابات مباشرة. تعاملت فقط معه وسائل الإعلام التابعة للمستوطنين وأكدوا بأن هنالك بالفعل إصابة مباشرة في بيت هلل وأنه يوجد ضحايا، ولكن لا تأكيدات رسمية حتى اللحظة. كذلك الحال صفارات الإنذار كانت قد دوت في الجليل وفي أصبع الجليل تحديدا خشية من تسلل مسيرة من الحدود الشمالية. جيش الاحتلال في آخر بيان يقول بأن الحدث انتهى وبأنه لا يوجد أي خروقات من قبل مسيرة من دانا قبل حزب الله. أريد كانت قد اجتازت الحدود اللبنانية. نعم دانا، تحدث جالنت وتحدث أيضا نتنياهو عن الرد والرد القوي والسيناريوهات تطال بيروت، وبالتبعية هددت يعني حزب الله بفكرة أن تضرب حيفا وتل أبيب، وأنت الآن في تل أبيب، كيف هي الاستعدادات الأمنية في حال التصعيد الأكبر؟ دعينا نوضح بأن الكابينيت الأمني والسياسي كان قد خول بنيامين نتنياهو وجالنت ضرورة أو اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة في الرد على حزب الله بعد الاستهداف الأخير إلى مجدل شمس. وكانوا قد قالوا في نهاية هذا الاجتماع الذي استمر ما يزيد على 3 ساعات بأنه بالفعل تم رسم وتحديد الأهداف وحتى توقيت هذه الضربة، وكل الإشارات كانت تدلل بأن إسرائيل ستبقى في نطاق الاشتباكات العامة مع حزب الله وبأنه لن يكون هنالك تعميق لضرباتها، أي لن يكون هنالك ضرب لبيروت، وخاصة بعد التهديدات التي نشرها حزب الله في مقاطع فيديو مصورة يقول فيها بأنه قادر على وصول أهداف دقيقة وحيوية، وخاصة فيما يتعلق في ميناء حيفا واستهداف حقول الغاز أو حقول النفط وما إلى ذلك أو قواعد عسكرية وميناء حيفا الموجود هناك. لذلك كان هنالك إلزامات وتعليمات إلى ميناء أشدود للجهوزية
في حال تم إصابة ميناء حيفا، وهو أكثر الأماكن الذي يهدد فيها حزب الله بأنه سيقوم في استهدافها. التقديرات الإسرائيلية تقول بأن تعميق الضربة الإسرائيلية إلى لبنان ستواجه ليس فقط بضربة من حزب الله، بل التوقع بأن يكون هنالك محور شر إيراني على حد تعبيرها، وهو أن تكون هنالك ضربات من العراق، من اليمن، ومن سوريا، ومن لبنان، وهذا لربما يجعل إسرائيل في أزمة جديدة بأن تفتح جبهة رئيسية، وهي لم تغلق أصلا الجبهة الرئيسية في في غزة، ولكن يأتي هذا كله وسط ضغوطات من الإدارة الأمريكية بأن لا يكون توسيع. نعم، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من تل أبيب، أشكرك شكرا جزيلا.